سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد التونسي. أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تونس أحمد زروق أن المجلس صادق على مشروع قانون الموازنة المالية لسنة 16 و2000، مشيرا إلى أن حجم ميزانية الدولة لهذه السنة سيقدر بأكثر من 29 مليار دينار تونسي، يعني ما يقارب 15 مليار دولار تقريبا. طبعا هذه النسبة تسجل زيادة مقارنة بالسنة الماضية، زيادة قدرت بأكثر من 7%. وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن هذا المشروع تم إعداده على ضوء المؤشرات الأولى للأشهر الأولى للسنة الحالية، وكذلك هو في ارتباط بالمؤشرات المرتبطة بالمالية العمومية وبالوضع العام الذي تمر به تونس. التقرير التالي فيه المزيد. مجلس الوزراء في تونس يصادق على مشروع قانون الموازنة المالية لسنة 2016، ويقدر حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة بأكثر من 29 مليار دينار تونسي، ما يعادل 15 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 7.1% مقارنة بالنتائج المحتملة لميزانية سنة 2015. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أحمد زروق خلال ندوة صحفية عقدت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة أنه تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016 في مرحلة تتميز بتنامي الضغوطات الداخلية والخارجية وعلى ضوء النتائج المسجلة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية وتوفر بعض المؤشرات المرتبطة بالمالية العمومية. ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون على مجلس النواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه. وبلغت ميزانية الدولة لسنة 2015 قبضا وصرفا 29 مليار دينار بزيادة نسبة 6.1% مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2014. كما وافقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالقرض المبرم بين تونس والبنك الدولي بقيمة تفوق 450 مليون يورو. وأوضح الناطق الرسمي أنه سيتم توجيه هذا القرض لدعم الموازنة بشكل مباشر للمساهمة في تمويل برنامج إصلاحات لدعم الحوكمة والتشغيل في إطار دفع النشاط الاقتصادي الذي يمر بمرحلة صعبة منذ 2011. وتعمقت أزمة الاقتصاد التونسي بشكل غير مسبوق هذا العام بسبب عدة مشاكل، أهمها الكساد الذي لحق بقطاع السياحة الحيوي بعد الهجومين الإرهابيين على متحف باردو ونزل سوسة. إذا نعود مشاهدينا الكرام للوقوف عند هذا الموضوع، الميزانية، إقرار هذه الميزانية في انتظار أن تصبح ميزانية رسمية بإقرار مجلس نواب الشعب لها. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلي من تونس الخبير الاقتصادي وكذلك الاستشاري في استراتيجية الاستثمار الأستاذ صادق جبنون. أستاذ صادق مرحبا بك. إذا مجلس الوزراء صادق على هذا المشروع، مشروع قانون الموازنة المالية لسنة 2016، هل بتقديرك هذا المشروع يستجيب ولو بالحد الأدنى لما تتطلبه تونس خاصة هذه السنة أو السنة المقبلة؟ طبعا هو السنة المقبلة وما يليها. نعم، شكرا، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين. مرحبا بضيوفك الكرام. بالنسبة لمشروع الميزانية، هو يعني مثل ما قلت على يعني هو في الحد الأدنى من التطلعات ومن الأهداف التي يتطلبها انعاش الاقتصاد التونسي الآن والخروج به من الأزمة التي يعاني منها في الوقت الحالي. هذه الميزانية بقيت في حدود 29 مليار دينار، وهي معدل الميزانية في هذه الثلاث أو الأربع سنوات الأخيرة، وهي أيضا حاولت بداية الانطلاق في الإصلاحات على الأقل على الصعيد الجبائي
هنالك محاولة لبداية الإصلاح الجبائي عبر الحد من النظام التقديري والإصلاح في المنظومة الديوانية عبر اعتماد نسبتين، نسبة 0% و20% في الضرائب الاستهلاكية فيما عدا السيارات وبعض المواد المحدودة. هنالك أيضا محاولة لتوجيه الاستثمارات العمومية نحو مزيد من النجاعة والتسريع، وذلك عبر ما أتت به الميزانية في وجوب استهلاك الاعتمادات المفتوحة سابقا، وهي يعني نظرا لأن نسبة الإنجاز في المشاريع العمومية لم تتعدى 40% في الفترة السابقة. واليوم أعلن رئيس الحكومة عن اتخاذ أيضا المصادقة على مشروع قانون تصفية الأراضي الاشتراكية، وهي مع العراقيل الإدارية والبيروقراطية تمثل العائق الرئيسي أمام انطلاق الاقتصاد التونسي. لماذا أستاذ صادق، خل نقف عند هذه النقطة، لماذا تمثل عائق هذه الأراضي الاشتراكية؟ الأراضي الاشتراكية تمثل عائق لأنها أراضي يعني تشتتت فيها الملكية، وفيها ما يسمى بالملكية العروشية ومجالس التصرف، وهي عادة ما تكون عليها يعني مشاريع عمومية أو مخططات لمشاريع عمومية، مثل الآن السكة الحديدية الجديدة التي سوف تنجز داخل العاصمة التونسية وتسهل النقل، ومثل عديد المشاريع لطرقات السيارة. فتكون الأموال موجودة والدراسات منجزة، ولكن الوضعيات العقارية والتعقيدات القانونية تجعل هذه المشاريع تتأخر سنوات وسنوات، مما يرفع في الكلفة وأيضا يحد من فاعلية هذه المشاريع وجدواها على الاقتصاد يعني والتنمية. طيب أستاذ صادق، الوزير المالية سليم شاكر يقول أن هذه الموازنة تهدف إلى زيادة نمو السنة القادمة ب 2.5%، هل فعلا يمكن تحقيق ذلك بالموازنة المقترحة من الحكومة؟ سيدي الكريم، نسبة 2.5% هي نسبة الآن هي صعبة ولكنها ليست مستحيلة، لأن هذه النسبة يمكن الآن يعني الوصول إليها، لكن كيف سوف نصل إليها؟ هل هي عبر الزيادات الأخيرة في الأجور في الوظيفة العمومية؟ إذ أن الأجور أصبحت تمثل الآن 71% من الميزانية و14% من الناتج الداخلي الخام، وهو رقم يعني ثقيل وثقيل للغاية. هذا الانعكاس سوف يكون على محرك الاستهلاك، إذا سوف يكون من السهل الوصول ل 2.5%، لكن 2.5% لن تحدث الفارق فيما عداد تسديد خدمات الدين تقدر ب 5 مليار دينار، لكن المطلوب هو أن تأتي 2.5 و3 و4 من قطاعات الصناعة والفلاحة والقيمة المضافة والتكنولوجيا، ويعود استخراج الفوسفات وتعاد هيكلة السياحة، يعني تأتي من قطاعات منتجة فعليا وليس من الزيادات الملاحظ أستاذ صادق، الملاحظ كما يقول الخبراء في تونس أن هناك خاصة في الفترة الأولى في هذه السنة هناك استرجاع تدريجي لنمو اقتصادي، خاصة ما يتعلق بالمناجم والصناعات الكيميائية حتى السياحة كذلك، هل صحيح هذه التقديرات؟ بالنسبة للصناعة والمناجم هنالك بداية عودة، لكن النسق ما زال بعد لم نصل إلى النسق الجيد. نحن لا يعني استخراج الفوسفات لم يتعدى 40% يعني من 40% يعني من الأهداف، لذلك لابد من التسريع فيه. كذلك الاستكشاف في المجال الطاقي والنفطي ما زال يعني متعطلا، نظرا لايضا التعقيدات القانونيه التي يطرحها الفصل 16 من الدستور بالنسبه للشركات تريد استكشاف الطاقه في تونس، خاصه النفط يعني والمحروقات. هنالك بوادر يعني ايجابيه في قطاع التكنولوجيا وتصدير البرمجيات. نعم. الذي اصبح الان يمثل بين 9 و10% من الناتج الداخلي الخام. الفلاحه ايضا انقذت الموقف عبر الزيتون. والان ايضا التمور، لكن الان ثابت التمور، الفلاحون في تونس يشتكون من قله يعني التمويل البنكي، هم في حاجه الى ما يقارب 800 مليون دينار، ولكنهم لم يتحصروا في قطاع القمح مثلا الا على 60 مليون دينار، مما يجعل من اولويات الحكومه الان التوجه الى تمويل القطاع الفلاحي وايجاد سياسه للتصنيع واستراتيجيه فلاحيه واستراتيجيه في مجال التكنولوجيا. يعني يمكن الخروج من هذه الازمه الهيكليه، وهي أزمة ليست في تونس فقط بل هي في منطقة المغرب العربي ككل. يمكن أن نلاحظ أن 30.5% من الشباب في منطقة المغرب العربي عاطلون عن العمل، وهي أعلى نسبة عالمية يعني على الإطلاق.
في ثم نعود في تونس هنالك اشكال في مساله الحريات الاقتصاديه، وانتم الان تكلمونني وانتم الان تكلمونني يعني بلدنا يعني عاصمه الحريات الاقتصاديه، نحن في تونس في المرتبه 107 على 170، وبالنسبه للضغط الجبائي نحن من اكثر 20 دوله يوجد فيها ضغط جبائي مرتفع. هنالك اشكال اخر في تونس هو عدم الانفتاح على اسيا وافريقيا. اليوم الرئيس كسي جين بينغ يقوم بزيارة رسمية إلى لندن، وتفتح له كل الأبواب وأبواب البرلمان وويستمنستر ومجلس وأيضا مجلس اللوردات، ويقع استقباله، والمملكة المتحدة يعني بريطانيا العظمى تطرح نفسها كمركز مالي للاستثمارات الصينية في الخارج. أذكر أن الصين يعني أخرجت هذه السنة 500 مليار دولار، حتى نقولها بلغة واضحة 500 بليون، يعني أخرجت من الصين وهي استثمرت في كل دول العالم. ونحن في تونس لو تحصلنا على 1% فقط من هذه النسبة أكثر يعني من ميزانيتنا، وأكثر من يعني يقع يمكن أن تتفتح تونس على مجال هام، مجال جديد. أيضا في السياحة الصين أخرجت 145 مليون سائح، لو نتحصل على 1% نقلب المعادلة في قطاع السياحة المتعثر الآن. طيب أستاذ صادق خليك معي لو سمحت. أستاذ صادق جبنون سأعود إليك لمواصلة هذا النقاش، ورحب الآن بانضمام الأستاذ رضا شكوندالي مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية معي من تونس كذلك عبر الهاتف. مرحبا سي رضا. هذه القانون، مشروع قانون الموازنة لسنة 2016، من خلال طبعا متابعاتك، ما هي أهم المحاور التي يرتكز عليها؟ شكرا. هو في الواقع هناك توجه جديد على مستوى ميزانية الدولة لسنة 2016 يرتكز على فكرة أنه لابد من تخفيض على مستوى الأداءات الجمركية والأداءات بصفة عامة لكي نحفز الشركات خاصة والأشخاص الطبيعيين للإقدام على عملية دفع الأداءات، خاصة وأنه نسبة التهرب الجبائي الموجود خاصة في الأعمال الحرة كبيرة وكبيرة جدا، ولا بد من التخفيض في نسبة الأداء لكي نشجع. طيب أستاذ رضا عذرا، أنت طبعا أسألك أستاذ رضا عذرا أنت طبعا أسألك مختص لأنه ضروري حتى نفهم الآن. تقول أنه من أهم المحاور التي بني على هذا المشروع هو محاربة التهرب الجبائي أو ما يسمى بالإصلاح الجبائي. ما هي مقترحات الحكومة في الإصلاح الجبائي؟ فالإصلاح الجبائي هناك تخفيض على مستوى الأداءات الجمركية، وتوجه نحو التخفيض في الأداء على الاستهلاك، خاصة وأنه القطاع الموازي في تونس يمثل قرابة 50% من الاقتصاد. 53% من توسيع القاعدة الجبائية بالتخفيض في نسب الأداء. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا على مستوى الموارد وعلى مستوى النفقات. هناك توجه أعتقد أنه فيه نوع من المخاطرة، لأنه يرتكز على الترفيع في النفقات الأجور، اعتبارا وأنه إذا نرفع في نفقات الأجور فإن الاستهلاك سوف يرتفع وبالتالي يدفع عجلة النمو. هذا غير صحيح خاصة في الوقت الحاضر في فترة الانتقال الديمقراطي، ولازم نعيش في فترة الانتقال الديمقراطي، لأنه لما يرتفع الاستهلاك وليست هناك استجابة من طرف الاستثمار يعني من جهة العرض الانتاج، هذا سيقع انخرام على مستوى العرض والطلب. نعم. وبالتالي يقع ارتفاع على مستوى الأسعار. هناك نوع من المخاطرة. طيب. المخاطرة تأتي أيضا من جهة الموارد الجبائية، لما نخفض في نسب الأداء هذا غير مضمون أنه هناك إقبال على مستوى دفع الأداءات، وبالتالي الاقتراض الخارجي سوف يرتفع، ونحن نشهد حصة اقتراض خارجي على مستوى ميزانية الدولة تقريبا تضاعفت 3 مرات منذ 2010، وبالتالي لابد أن نقطع مع هذا التوجه تمويل النفقات الدولة. طيب أستاذ رضا عذرا، لما نقول ونحن نتحدث عن الاقتراض، لما نقول أنه لابد أن نقطع مع هذه السياسة، هل هناك بدائل
ممكن محلية يمكن أن تعوض القروض التي يعني التي تنزل على تونس تقريبا كل 3 أو 4 أشهر قرض جديد من الاتحاد الأوروبي من البنك الدولي؟ أكيد هناك حلول. أنا أعتقد أنه المشكلة في أننا لم نستطع أن نفهم ما هي العوامل التي تتحكم في الاستثمار الخاص. الاستثمار الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد، وبالتالي لابد أن ندفع على الاستثمار الخاص لكي نتحصل على نمو اقتصادي، نوسع القاعدة، نرفع في القاعدة الجبائية، وبالتالي نتمكن من موارد جبائية هامة تضخ في ميزانية الدولة، وبالتالي تنخفض حصة الاقتراض الخارجي. أعتقد أننا لم نفهم أن الاستثمار في فترة الانتقال الديمقراطي لا يتأثر بالعوامل الاقتصادية، بل يتأثر بالعوامل غير الاقتصادية. نخفض أو لا نخفض في نسب الأداء، هذا لا يدفع الاستثمار، لأن الاستثمار مرتهن أساساً بالإرهاب، لأنه يعني لابد من أمن. إذا لم يكن هناك أمن واستقرار في تونس، أن هناك عمليات إرهابية المستثمر لا يستثمر. هناك كذلك المقاييس العدالة الانتقالية، المستثمر في تونس لا يعرف إذا كان هو في دائرة المحاسبة أو خارج إطار المحاسبة، وبالتالي فهو خائف، ليست لديه ثقة في الدولة طيب. في المستقبل، وبالتالي فهو لا 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 يتشجع على الاستثمار. لابد من ان نتطرق الى العوامل غير الاقتصاديه في العوامل التي تتحكم في الاستثمار الخاص. طيب استاذ صادق، اعود اليك فيما يتعلق بالنقطه اشار اليها استاذ رضا قبل قليل متعلق بالاستثمار الخاص في تونس. هناك حديث الان على هذه الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، وانها قد تكون سبيلا للتخفيف من هذه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، ومنها الحديث عن التفويت حتى في شركات عمومية، شركة ستاج ولا السوناد ولا حتى الخطوط التونسية تيليكوم إلى غير ذلك من هذه الشركات اللي هي شركات تاع دولة، حديث عن التفويت فيها أو في نسبة كبيرة منها. هل فعلا يمكن أن ينقذ الاقتصاد التونسي ويخرجه من هذه الوحلة اللي هو فيها؟ نعم شكرا. هو قبل الحديث عن يعني الخصخصة كحل يجب الحديث عن الحريات الاقتصادية. لماذا لا يأتي المستثمرون إلى تونس ويذهبون مثلا إلى المغرب الأقصى أو يذهبون إلى دول أخرى، جنوب أوروبا، بريطانيا مثلا؟ لماذا هي في الاتحاد الأوروبي هي الدولة التي تجذب أكثر الاستثمارات أكثر من غيرها؟ الإجابة حسب رأيي تكون في أن هذه الدول لديها حريات اقتصادية، يعني بمعنى أنه ليس فيها عراقيل أمام الاستثمار، لا توجد عراقيل إدارية، عراقيل جبائية، عراقيل في تحويل الصرف. نحن في تونس هنالك اصلاحات هيكليه نعم وضعتها الحكومه، لكنها تاخرت في الانجاز، ليس على يد هذه الحكومه فحسب، بل منذ 2011، لان في تونس الملف الاقتصادي لم يكن هو الملف ذات الاولويه، يعني استغرقنا في الملفات السياسيه والملفات الهامشيه ولم نتوجه الى الملف الاقتصادي. هنالك مجله الاستثمار التي الان طال انتظارها وبقيت مده طويله، مجله الصرف كذلك نعم، الحكومه انجازها قبل النهايه نهاية هذه السنة. هنالك إصلاح أيضا مجال الصرف الذي لا ندري متى سوف يكون الدينار قابل يعني للتحويل. هنالك إصلاح العديد من المنظومات القانونية التي تهم المستثمر وخاصة تدعم الحريات الاقتصادية في تونس. شكرا جزيلا لك أستاذ صادق جبنون الاستشاري في استراتيجية الاستثمار، كنت معي من تونس، وأرحب الآن بانضمام الأستاذ فتحي الشامخي الخبير الاقتصادي وعضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية. أستاذ فتحي مرحبا بك. الموازنة لسنة 2016 مشروع الحكومة الذي سيعرض عليكم في مجلس نواب الشعب، هل يفي بالحد الأدنى من المطلوب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد التونسي؟ شكرا. فقط أولا نقول اللي أنا كذلك عضو في لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، وتسلمنا منذ ساعتين أو 3 ساعات مشروع قانون المالية وميزانية 2016. يعني ليس بإمكاني أن أتحدث في التفاصيل، لكن معناها اطلعت عليه وعندي فكرة عامة. وإجابة على سؤالك، هل يمكن أن ينقذ؟ هو محطوط تحت عنوان الانتعاش. هذه ثالث ميزانية توضع تحت عنوان الانتعاش الاقتصادي، يعني حتى ميزانية 2015 كانت تحت عنوان الانتعاش الاقتصادي، لكن
حسب وزارة المالية يقدر أن يكون أو من المقدر أن يكون نسبة النمو هذه السنة 0.5 بدل 3.5 اللي كانت مبرمجة متوقعة في الميزانية. أستاذ فتحي العنوان، خليني أعطيني ملاحظة حول العنوان، مقبول كعنوان الانتعاش؟ لا، أنا قلت لك أنه الطبيب يقول انتعاش، لكن يعطي في 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 وصفة أو في معالجة زيد في آلام ومشاكل المريض، والدليل أمامنا، معناها 5 سنوات ومش 5 ميزانيات، 10 ميزانيات، لأنه في كل سنة هناك ميزانية تعديلية. واضح. يعني 5 ميزانيات أصلية وخمسة ميزانيات تعديلية تكميلية، والنتيجة هي 2015 نسبة النمو 0.5 وربما ستكون أقل من الصفر. يعني هذا جواب على الزعم بالانتعاش. هو الوزير المالية سليم شاكر يتحدث على إمكانية تحقيق 2.5% السنة القادمة. أي 2.5 هو يقول 2.5 التوقع. أنا قلت لك أعطيتك مثال أنه في التوقعات متاع الميزانية 2015 كان متوقع 3.5. أولا أشيد بأن التوقعات الآن أصبحت يعني فما أقرب للواقع، يعني يقولوا أي اقتراب من الواقع، لكن أنا أتمنى لبلادي أنها تحقق نسب نمو حتى برقمين أكيد، لكن هذايا يطلب أداة عمل، يطلب برنامج، والبرنامج الميزانية هي برنامج الحكومة. وأنا أكرر من جديد حكمي، أنا صوت ضد الميزانية 2015 وسأصوت ضد الميزانية هذه، لأني يعني لست في حاجة إلى تكرار 1000 مرة نفس التجربة حتى أتحصل على القناعة. تعرف ما معناها عالم كبير أينشتاين قايل في تعريفه للهبال، نعم، للجنون، في تعريفه للجنون، هو قال لك أن تفعل معناها نفس الشيء عدة مرات وتنتظر تتوقع نتيجة مختلفة. نعم، أي اللي جرب المجرب يقولوا المجرب المجرب عقله مخرب. طيب، ما هي أهم المحاور أستاذ فتحي، أهم المحاور التي ترتكز؟ بربي كان تسمح لي أي حاجة معبرة جدا في الميزانية، بربي ونعطيك يرحم والديك، في الإصلاح الجبائي. أي نعم، شاكر في الإصلاح الجبائي، وما أدراك من ملف الإصلاح الجبائي. نعم، إذا سيقوم سليم شاكر، والآن عنده متسع من الوقت، وقضى معناها قرابة 10 شهور في الحكومة. نعم، وبقى الوقت باش يحضر البرنامج العظيم. ماذا يتوقع من معناها تعبئة موارد من الإصلاح الجبائي العظيم؟ 31 مليون دينار به. أعطيك الآن إلى جانبه رقم آخر. الإصلاح الجبائي متوقع أنه يحصل 31 مليون دينار. الاقتراض 6594 مليون دينار. يعني 6.5 مليار دينار. نعم، مقابل 0.3 مليار دينار. ترى بالضبط أنا الشيء اللي نحكي لك عليه، ما فما حتى نية صادقة في يعني مراجعة منظومة الجباية. طيب، وإحنا نقول تفضل أستاذ فتحي، لكن السؤال كذلك طرحناه حتى قبل قليل، إذا ألغينا مسألة الاقتراض الآن، إيش هي البديل في نهاية الأمر؟ يعني مبدئيا الكثير يقول ليس هناك بدائل، لابد لنا من الاقتراض. المشكلة أن الاقتراض في كثير من الأحيان لا يذهب إلى الاستثمار وإلى تحديث البنية التحتية، يذهب إلى الاستهلاك ودفع الرواتب إلى غير ذلك، لكن ما فيش بديل آخر يقولون أصحاب هذا الرأي. يعني أنا أعرف اللي معناها الرأي السائد هو يقول أن الاقتراض هو قضاء مبرم. أنا فقط أريد أن أقول أني لست ضد الاقتراض في المطلق. نحن معناها عنا موروث، عنا تركة خلها لنا النظام الدكتاتوري وتواصل الأمر، هي المديونية. أولا فيما يخص المديونية نريد فقط الحقيقة حول هذه المديونية. نعم، تدقيق، يعني هو أكبر ملف فساد مالي، لكن دعنا من هذا. أعطيك الأرقام الآن بلغة الأرقام. العجز المتوقع في الميزانية 2016 3664 مليون دينار. 3664 مليون دينار. خدمة الدين 5400 مليون دينار. يعني خدمة الدين، تسديد الديون، أكثر من عجز الميزانية.
ثم رئيس سابق في إفريقيا رئيس بوركينا فاسو توماس سانكارا قال لا نستطيع أن نسدد الديون لأن ليس لنا المال لتسديد الديون. طيب. إحنا الآن في تونس في وضعية حرجة خاصة كل الناس يقتنعوا بها ويقولوا في موضوع الديون قلنا فقط ناخذ مهلة سنة سنتين ثلاث سنوات أميموراندوم يعني نقرر تعليق تسديد الديون لأنه فما أولويات فما ضروريات فما التزامات الحفاظ على الدولة استقرار البلاد أمن البلاد يعني تحقيق تخفيف التوتر الاجتماعي وهذا أمر معقول واضح. أستاذ فتحي خليك معي سيد فتحي أستاذ فتحي لو سمحت خليك معي سأعود إليك وصلت هذا النقاش أعود الأستاذ رضا. أستاذ رضا طبعا من العوامل الأخرى إضافة للدخل الأموال هناك شيء يسمى بوعي المواطن التونسي بالعقد الاجتماعي الذي يربطه بالدولة. هذا الوعي الذي يصبح مثلا دفع ضرائب ثقافة إلى غير ذلك لماذا لا يقع الاهتمام به كذلك من ونحن نسطر موازنة مالية لدولة لتونس مثلا لأنه فعلا هناك وكان أستاذ فتحي يتحدث على مسألة الإصلاح الجبائي وأنه بهذا الشكل لن يأتي بالكثير لتونس لماذا يقع إغفال دائما التأكيد والتنصيص على هذا العقد الذي يربط المواطن التونسي بالدولة ليطب الحاكم بالمحكوم يعني؟ نعم هو في الواقع ليس هذا فقط أعتقد أنه حتى في معالجة موضوع الإرهاب ذهبنا في المقاربة الأمنية ولم نذهب في المقاربة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية أعتقد أنه تغييب وزارة الثقافة على دور هام في هذا الشأن هو من السلبيات الانتقال الديمقراطي أعتقد أنه حصول تونس على جائزة نوبل للسلام هي فرصة لتأسيس إلى مرحلة أخرى في العلاقة بين الاتحاد الأعراف والاتحاد الشغل لكي يذهبوا في بث ثقافة العمل ومع الدولة كذلك لبث ثقافة الجباية الواجب الجبائي أعتقد أن وزارة الثقافة لها دور هام جدا في هذا المضمار وحصول تونس على جائزة نوبل للسلام هي فرصة للتفكير ولتنويع نشاط المنظمة الشاغلة بالتوجه نحو تكريس ثقافة العمل مع المطالبة بالزيادة بالأجور نعم النشاط الأساسي للمنظمة الشغيلة هو المطالبة بزيادة بالأجور ولكن تحميل المنظمة مسؤولية كبرى مع جائزة نوبل للسلام هو لابد أن تتوجه المنظمة لبث ثقافة العمل ولحث الناس على أداء الواجب الجبائي. شكرا جزيلا لك أستاذ رضا الشكندالي مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية كنت معي من تونس. أعود أستاذ فتحي الشامخي. أستاذ فتحي فيما يتعلق كذلك بالأسس والمحاور الأساسية لهذه الموازنة في حديث عن مسألة التهريب مقاومة التهريب معروف أنه الاقتصاد الموازي أو ما يسمى هكذا نسبته حوالي 53% أو ربما يزيد هذا مقاومة التهرب هل لها أساسياتها موجودة متوفرة أساليبها وسائلها في تونس اليوم؟ أنا منذ قليل أعطيتك المردود المتوقع يعني تعبئة موارد الجبائية من الإصلاح الجبائي مقصود بالإصلاح الجبائي كذلك مقاومة التهرب الجبائي والجريمة الجبائية وقطاع التهريب إلى آخره يعني المردود كما لاحظتم 31 مليون دينار هزيل جدا ولذلك يعني هذا دليل على أن النوايا يعني هي مجرد نوايا ليست هناك عزيمة حقيقية وأن تونس للأسف الآن أصبحت مرتعا للوبيات ولشبكات الجريمة والتهريب ولنا حتى الآن مقترح مشروع حتى نستنجد بهؤلاء تحت اسم المصالحة الاقتصادية والمالية يعني حتى نستنجد بهؤلاء القطاع الطرق ومجرمي الاقتصادي المجرمين الاقتصاديين نستنجد بهم حتى ينقضوا البديل لا تسمح لي فقط تحدث الأخ على ثقافة العمل أقول والله غريب أمر هذا البلد وهذه النخبة
تتحدث عن ثقافة العمل في بلد يقتل العمل، يقتل قوة العمل بمئات الآلاف. لنا الآن مئات الآلاف جيش عرمرم من المعطلين عن العمل، وهذا نتاج حقيقي وواقعي ومعطى معناها يفقه الأعين عن فشل هذه نتيجة لهذا الاقتصاد الذي نطالب بتغييره على الأقل بإدخال يعني إصلاحات عميقة على هذا الاقتصاد. وهم يطالبوننا ثقافة العمل، يطالبون المعطل عن العمل، المتحصل على شهادة جامعية حتى معناها يكون له ثقافة عمل. بصراحة يعني هذه النوع من الخطابات لن تعين تونس على تجاوز المصاعب. ونحن كما قلت 5 سنوات بعد الثورة، بعد فرار المخلوع، ولنا نسبة عنها نتيجة اقتصادية عنها. طيب لكن كيف ترد أستاذ فتحي الشابخي أن الجبهة الشعبية دائما خاصة في هذه النقطة دائما هي معارضة لأي تدين خارجي إلى غير ذلك، لأنه اعتبار ارتهان للخارج وارتهان القرار التونسي الخارج، لكن لم تقترح بدائل؟ لا بدائل بطبيعة الحال ليس بإمكاني أن أقدم بدائل في لحظات، لكن البدائل موجودة. مثلا قلت لك أن قضية الجباية في تونس، الجريمة الجبائية أصبحت شيء رهيب. تعرف الآن في الاقتطاع من المورد يعني الأجور، ارتفعت نسبة مساهمة الاقتطاع من المورد الآن إلى 23%، بينما كانت في مستوى 12% سنة 2000. يعني الحكومة تبحث عن المال حيث لا يوجد مال. نقول لهم ابحثوا عن المال حيث يوجد المال، حيث هناك ثروات كبيرة وأرباح كبيرة، فقط بتطبيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية. هؤلاء الأثرياء الذي يريدون بلدا آمنا يعرفون الثمن هو كل واحد يخرج. أختم معك أستاذ فتحي بهذا التعليق. يعني كان منذ أيام المؤتمر الفاو في تونس يتحدث عن أن تونس تمكنت منذ سنة 2000 إلى هذه السنة من تخفيض نسبة الفقر إلى النصف. يتحدث على أن نسبة الفقر في تونس تراجعت من 32.4% سنة 2000 إلى 15.5% حاليا. ألا يعتبر هذا إنجاز لتونس برغم كل هذه الصعوبات؟ أنا كان مرة أخرى أن نقول لك معناها شيء هذا حقيقة وهو واقع في تونس، لكن فقط خليني نعطيك معطى. أنه بن علي أشهر فقط من قبل سقوطه كان خرج علينا باستطلاع أو دراسة تقول أن تونس هي مصنفة الأولى في إفريقيا في فرحة الحياة ورغد العيش إلى آخره. يعني وجاء التكذيب فيما بعد من الانتفاضة الثورية. أنا اللي علمي به هو أنه بالعكس، أنه ما كان يتباهى به النظام سابقا، الطبقة الوسطى 80% من السكان ينتمون إلى الطبقة الوسطى، يعني الناس اللي تعيش في مستوى يعني واضح. عموما طيب الآن الأرقام الحكومية تقول أن انزلقوا إلى الأسفل، تدنت تحت 50%. طيب يا أستاذ فتحي، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك على هذه المشاركة معنا. فتحي الشامخي عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية والخبير الاقتصادي كنت معي من تونس، وأرحب بخبير اقتصادي وصناعي آخر وهو الأستاذ جمال الدين العويديدي. مرحبا بك أستاذ جمال الدين. بعجالة حول ملاحظات ربما تسجل حول هذا المشروع موازنة 2016 والنسبة التي أعلن عنها وزير المالية حينما ذكر أنه نريد أن نحقق 2.5% نمو السنة المقبلة. شكرا وتحية خاصة إلى كل مشاهديكم. مرحبا. الحقيقة أنا كنت نسمع بالأستاذ فتحي الشامخي اللي انشاطر الرأي في عدة معناها نقط، من ذلك مثلا نسبة الفقر. احنا كنا في وقت من الأوقات يقدموا فيها على مستوى 5% أخي الكريم، ثم اكتشفنا أني أكثر من 25% في معدلها العام، وربما توصل إلى 35% أو أكثر في بعض الجهات، وهذه الحقيقة المرة متاع تونس. هذا اليوم تقصد تحكي اليوم؟
طبعا احنا في 2011 يعني صدرت ارقام رسميه تقول نسبه الفقر في حدود تقريبا 25%، ثم توا في سنتين يعني نزلت. انا اقول بالعكس هي قاعده تزيد، وهذا واقع الحياه في تونس، معناها ما يشعر به المواطن. المشكله يا استاذ جمال الدين انه هذا كلام تثبته وتؤكده الفاو كذلك. اي سمعت الفاو عند زياره سي حبيب الصيد في روما، وسمعت اللي يقولوا معناها نعم. يهنيوا تونس ان هي تقريبا نسبه الفقر انحدرت الى غير ذلك. هذا كله يعني ارقام بصراحه، مثل ما كان صندوق النقد الدولي يهلل ويبارك وكذلك. معناها انا الحقيقه معناها لابد من الرجوع الى واقع البلاد بقراءه من كفاءات تونسيه، حتى نتبين نحن حالنا معناها بكل وضوح أخ الكريم، لأنه دائما نستشف معناها الأوضاع متاعنا من الخارج، من الاتحاد الأوروبي أو من غيره. طيب. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الحقيقة معناها بكل صدق معناها ما أشعر به كخبير اقتصادي أو كمختص في الاقتصاد، نعم، هو هذا التخبط الذي تعيشه هذه الحكومة الرباعية في الوقت الحاضر، وهو معناها بكل أسف نفس التخبط اللي كان سابقا حتى منذ 5 سنوات. في كل سنة معناها يعد الناس بالنمو بالتنمية وبالتشغيل إلى غير ذلك، والخروج من عمق الزجاجة إلى غير ذلك، ثم نشعر بهناك معناها تخبط كبير. قبل أسبوع تقريبا خرج تقريبا نص متاع مشروع قانون مالية ل 2016، ذكروا فيه أنهم باش يزيدوا في نسبة الأداء على القيمة المضافة اللي باش تنتقل من 12 إلى 20 ومن 18 إلى 20 ثم من 6 إلى 8، وتصبح عندنا نوعين، وأصبحنا في جدل في هذا الموضوع حتى نفهم معناها يعني المغزى متاعه، لأنه هو شرط من شروط صندوق النقد الدولي، خاصة في برنامج إعادة الهيكلة. ثم شعروا أنه ربما هذا باش يمس معناها الجو الاجتماعي الكبير، وأعادوا معناها الورقة متاعهم من جديد، وخرجوا توا بنسبة نمو 2.5%. إذا كان معناها الإنتاج ماهوش من دفع والاستثمار ماهوش من دفع، ثم حالة واحدة هو ما سيتم معناها كسبه من الأجور. طيب. ربما هو وحده، احنا هذا درسناه تقريبا، يمثل 1.5% ولا 1.2%، ويبقى 1% اللي ربما يتحصل عليه، ولكن هذا ماهوش خطوة معناها طيب. نحو إرجاع أستاذ جمال خليك معي طبعا. لو سمحت سأعود إليك، ورحب الآن بالإمام الأستاذ عياض اللومي، هو كذلك خبير اقتصادي معي من تونس. أستاذ عياض مرحبا بك. البعض يتأمل خيرا في مشروع موازنة 2016، ويتوقع أن يكون له أثر إيجابي على الاستثمار في تونس، هل الأمر سيكون كذلك بتقديرك؟ لا أظن طبعا، رغم أن هناك محاولات في قانون المالية مثل ما تفضل السادة المتدخلين، كنت أتابع معك الحلقة، هناك محاولات من هذه الحكومة لإعادة دفع الاستثمار وإلى فتح الملفات الحقيقية، يعني أعني بذلك محاربة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي والتوق نحو عدالة جبائية وقسمة أكثر عدالة بين المطالبين بالضريبة في خصوص المساهمة في موارد الدولة. لكن طبعا ارتكزت على نسبة نمو 2.5%، ولكن المسألة مش هذه، السياسة لا تدار بحسن النوايا. طبعا هو 2.5% هي نسبة بعيدة على ما نأمن له كتونسيين وما تم وعدنا به في الحملات الانتخابية، لكن مقارنة بالحالي بالموجود تسمى جيدة، يعني نتحدث على 1.0 ولا كم أدري يعني الآن موجود. رانا كنا يجب أن ننسى وأنه كنا نحقق حتى في حكومة ترويكا التي لاقت انتقادا كبيرا، بالفعل أنا من جملة المنتقدين، حققت نسبة نمو أحسن من هذه، يعني حققت 3% وحققت 2.8%. الآن حكومة تسمى بحكومة تحظى بتوازن سياسي في البلاد ومنبثقة عن برلمان منتخب والمفروض أن يكون فيها كفاءات، ولكن أعطتنا نسبة نمو سلبية، وهذا شيء مرير بالفعل. وأنا أقول لك ما هو السبب. السبب هو الإرادة السياسية، والإرادة السياسية تتعلق بمسألة جوهرية في الاقتصاد التونسي وهو محاربة الفساد. هذه الحكومة للأسف متضاربة لأنه غارقة في الفساد،
واتحمل مسؤوليتي في كلامي. طيب اذكر لي امثله اذا كان استاذ عياض اللومي، عياض اللومي انت خبير اقتصادي وتعي ما تقول، حينما تقول غارقه في الفساد اذكر لي امثله حتى لا يكون رجما بالغيب ولانك من باب خصم سياسي لا اكثر ولا اقل. هناك تناقض يا سيدي، لانه المثل هو المبادره الرئاسيه المشبوهه التي جاءتنا. انت عن المصالحه الاقتصاديه تقول. المصالحه الماليه والاقتصاديه. اي نعم. كيف نطلب من وزير الماليه ان يقوم بتحصيل الديون الجبائية التي هي في حدود 10 مليار دينار، وفي نفس الوقت رئيس الجمهورية اللي هو أعلى سلطة وسلطة منتخبة يدعو إلى المصالحة مع الفاسدين، ويصدر لنا مبادرة تشريعية فيها مأسسة الفساد. المطلوب في تونس ثم هذه الحكومة ليس فيها وزير لمحاربة الفساد، في حين وأنه هذا منصوص عليه في الدستور، يعني هي قامت بخرق دستوري وهذا قلناه من الأول. في أي فصل منصوص عليه في الدستور؟ أي فصل يتحدث عن ضرورة وجود وزير مهتم بمحاربة الفساد؟ طبعا طبعا، وعندك تقارير الدولية الآن، عندك تقرير دافوس صنف تونس رقم 92. طيب. بسبب أربع نقاط أهمها استشراء الفساد، فموضوع الفساد هو موضوع رئيسي. وإذا لم، واليوم تم إقالة وزير العدل لأنه تصدى، ونعتبر اخر معناها عمود في هذه الحكومه لمحاربه الفساد، لانه محاربه الفساد تمر وجوبا باستقلال القضاء. ونحن الان في خرق دستوري كبير، يعني بعد سنه من اللي صارت الانتخابات ليس لنا مجلس اعلى للقضاء منتخب كما ينص عليه القانون، وليس لنا محكمه دستوريه. بالإضافة إلى ذلك هناك ما يعبر عنه بالهيئات الدستورية التي نص عليها القانون، وأهمها هيئة لمحاربة الفساد والرشوة. هذه الهيئة لم يقع أحداثها ولم يقع سن قانون وتشريع لذلك، فكيف معناها واضح في السياسة. طيب لكن لا يعني هذا أنها غارقة في الفساد أو أنها تتستر على الفساد، هذا يعني أنها عاجزة عن مواجهة الملفات الحارقة لا أكثر ولا أقل. يعني لا لا، ليس هناك ملف أهم من الفساد. فما ما يعبر عنه بالطوافق المشبوه، يعني لما تكون هناك قرائن عديدة ومتضافرة وأنه هناك عجز تام لمحاربة الفساد، أنا كمواطن وكمراقب وأنا رئيس شرفي لهيئة خبراء المحاسبين أقول لك وأنه بالفعل هناك شبهة اقترانهم بالفساد، ولا أدل على ذلك إلا ما يقع داخل الحزب الحاكم من تصريحات، حتى تصريح الأمين العام للحزب الحاكم يتحدث عن مافياتيزاسيون دو ليتا، هذا امين العام لحزب ليدا تونس. هذا مش انا. طيب خليك معي استاذ عياض، ساعود اليك لمواصلة هذا النقاش. الاستاذ جمال الدين العويديدي مرة أخرى، هناك حديث أنه سيقع رفع الدعم عن الفئات الميسورة وإبقاء دعم الحكومة للمواد الأساسية، طبعا إبقاؤه فقط للفئات الفقيرة. هل هذا القرار أو كيف يمكن لهذا القرار أن يخدم الاقتصاد التونسي، أن يخفف من عبء الدولة ويدفع بذلك أو يوفر نسبة من المال ربما تستفاد في بنى تحتية أو في تهيئة مناطق الظل شمال الغربي والجنوب إلى غير ذلك؟ شكرا. لو تتذكر أخي الكريم أنا بديت حديثي من قلت لك أن هذه الحكومة تتخبط، لأن هذا الكلام معناها سمعناها في كل سنة مالية، في كل مشروع متاع سنة مالية، محاربة الفساد، التهرب الجبائي، الرشوة، تخفيف معناها على الفئات الضعيفة، وربما معناها مثل ما أشارت سيادتك معناها في الوقت الحاضر مثلا اليوم نتحدث على المهن الحرة كما الأطباء وغيرهم والمحامين، وسوف يتذكر معناها الوقت مثل سنة الثمانينات أنه معناها في آخر المطاف يتراجعوا لأنه كتلة معناها كبيرة ولها منافذها معناها عندها معناها تنفذ كبير معناها في السلطة، أنه ترغم معناها الجماعة باش ما تاخذوش مثل هذه الإجراءات، وهذا شيمة معناها حكومة ضعيفة وعاجزة. يعني أنت تدعم كلام عياض اللومي حين يقول هذه قد تكون شبهة انخراط في الفساد أصلا؟ يعني والله هذا أنا ربما ما نمشيش حتى لمسألة الانخراط ولا لا، ولكن هذا واقع الحال. أنا نحب معناها سؤال حتى نسهل العملية للمشاهدين، لأنه في غاية الأمر هو هذا المطلوب. كيف يمكن، السؤال اللي لازم يطرح، كيف يمكن لدولة تقريبا 50% من الناتج الإجمالي الخام متاعها
معناها في الاقتصاد الموازي، اقسام موازنة، يعني في مال يخزن في المنازل ويقاس بالامطار حسب ما بلغنا في بعض معناها من بعض الجهات معناها شبه معناها ثابته الى غير ذلك. كيف يمكن لدولة أن تحقق نسبة متاع 5% أو 10% ولا 7% من نسبة نمو وهي معناها في حالة هدم؟ واضح. أستاذ جمال الدين، الوقت داهمنا، أود أختم معك بسؤال حول الحلول الممكنة الآن في ضوء الظروف الموجودة والأشياء المعطيات المتوفرة لدى الجميع. بناء على هذه المعطيات، ما هي الحلول الممكنة؟ لو تتذكر أخي الكريم، أنا شاركت معكم في عدة مناسبات وأتشرف بذلك. مرحبا بك. في كل وقت أنه في الوقت اللي تتخبط فيه هذه الحكومات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، هناك قوى كبرى والاتحاد الأوروبي في الدرجة الأولى اليوم مثلا البارحة بالأمس انطلقت المفاوضات من أجل منطقة التبادل الحر الشامل والمعمق، وهي منطقة ستشمل الفلاحة وستشمل الخدمات، وهذا نبهت عليه أنا شخصيا وعدة معناها أصدقاء خبراء، نبهنا أن تونس معناها انهارت من اتفاق شراكة متاع سنة 95، وما نعانيه اليوم هو من جراء هذه الشراكة. طيب ما هي خطورة هذا الاتفاق أستاذ نوردين؟ خطورة الاتفاق هذا أنه سيجعل للمواطن الأوروبي الحق في الانتصاب في تونس، يحل يعني رخصة يعني بتين نسميها باللغة ويمارس كل المهن اللي موجودة في تونس من خباز، ويدفع الضرائب ولا ما يدفعش؟ يدفع الضرائب، نتمنى أنه يدفع، لأنه خلاص ربما يكون عامل آخر يدفع التونسي إلى المنافسة يعني والبقاء للأصلح. لا مش هذا يعني، لانه الوسط اللي فيه تونس احنا بانه العمله معناها ماهيش يعني في حاله معناها خروج معناها كيف بنفس الطريقه معناها يسميه الشانج ليبر يعني ماهوش حر. ما عندناش موارد من تونس مثلا عندما يخدم خباز ويربح معناها ربح ثم يحاولوا لفرنسا، ماذا بقي لتونس؟ ماهوش نفس الاقتصاد اخي الكريم، معناها ما فماش مقارنه باش تقول مثلا في لندن او في فرنسا، وهي محتويات هالامور هذه واغلبيتها تقعد يعني في البلد بيدو في بنفسه ويخدم على جاليات معينه ليس نفس النوعيه نتاع التركيبه الاقتصاديه. واضح جدا. في اقتصاد هش. طيب سي جمال، لعل يكون لنا عودة، لأنه فعلا موضوع شائك ويحتاج إلى مواضيع مرات كثيرة. شكرا جزيلا لك حاليا أستاذ جمال الدين العويديدي الخبير الاقتصادي والصناعي، كنت معي من تونس. أختم مع أستاذ عياض اللوي بنفس السؤال، انطلاقا من الواقع الموجود في التونسي، ما هي المقترحات للتخفيف من هذه الأزمة التي تعيشها تونس؟ طبعا احنا الازمه راهو بالنسبه لي هي ازمه ماليه عموميه وليست ازمه اقتصاديه. ايش هي الفرق بينهما استاذ عياض باختصار؟ الثوابت الاقتصاديه هي طيبه، لكن مره اخرى لابد من تنقيط مناخ الاعمال، ولابد من تحديث التشريعات مره اخرى في اتجاه محاربه الفساد وفي اتجاه الشفافيه. هذا المطلوب. وهذا الو. نعم نسمع فيك. وهذا ما سيرجع ثقة للمواطن وللمستثمر في العمل داخل الأطر التشريعية، لأن اليوم أكثر من 50% من الاقتصاد هو اقتصاد موازي. ولا يمكن المطالبة هذا الاقتصاد الموازي بأن ينصهر في الدورة العادية إذا لم يتأكد أنه بالفعل هناك شفافية في إدارة دولية بالدولة. فموضوع مرة أخرى محاربة الفساد هو موضوع مصيري، وهذه هي البداية. يبقى وأن هناك المشكل السياسي باعتبار تواجد خطين، معناها التيار المحافظ والتيار الديمقراطي الاجتماعي. نعتقد أنه اليوم تجاوزنا موضوع الإقصاء. للأسف هناك محافظة على هذه الحكومة، خاصة من التيار الديني المحافظ، لسبب وحيد ليس لكفاءتها بل لضمان عدم اجتثاثه، وهو شيء موجود في دول أخرى. أنا أقول أنه هذا غير صحيح. المفروض وأنه جميع الفاعلين السياسيين يجب أن ينكبوا على مصلحة تونس. لابد من حكومة إنقاذ وطني تحدد الأهداف وفق مخطط مديري، ونحن نعرف نقاط قوة الاقتصاد. نعم تونس. شكرا. يعني الاعتماد على الفلاحة، على البحث العلمي، على الموقع الاستراتيجي بتونس، على العلاقات البينية مع الشقيقة الجزائر خاصة وليبيا الشقيقين. فبطريقة هذه حقيقة الرجوع إلى الفاعلية واضح سريع جدا
وليس معجزة. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك أستاذ عياض اللومي الخبير الاقتصادي، حدثني من تونس. كما أشكركم أنتم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. موعدنا بحول الله يتجدد غدا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.